ابتسم انا كامل ما راحش بطل. نشكر لي سيبورتور والجمهور اللي ساندونا طال المباراه. الحمد لله ولينا في النتيجه وقدرنا نربحوا لان نستاهلوا الماتش كامل ولينا نتعبونا ونخدموا. الحمد لله ربي وفقنا وان شاء الله نطلب ما من الوالي يعاوننا ان شاء الله في مشكل الاجازات ان شاء الله يوليو الاكابر تاعنا كامل ونحققوا البطوله ان شاء الله. عندنا فريق لاباس به والحمد لله كم شتو الشبان يعطيهم الصحه داروا اللي عليهم وفرحنا الشعب تاعنا وبارك الله فيك. نشكر الجمهور تاعنا عطيهم الصحه داروا في كونفيونس لي جان طيله المباراه مهما انكيسينا بقاو يعاونوا فينا عطيهم الصحه وبارك الله فيهم هما ليكيب اللهم الدوزيام جوان ان شاء الله. احنا مأمنين بالقدرات تاعنا ويعملوا لدينا الشامبيون ومأمنين برواحنا مليح والحمد لله داروا فينا ثقه وما خيبناهمش. شعور لا يوصف ما نقدرش نحكي لك على الشعور هذا. بون نشكرهم الانصار برافو عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نشكر الله سبحانه وتعالى يعني اللي وفقنا في هذه المباراه. يعني مباراه ما كانتش سهله كما راكم تشوفوا. ماركونا ان بوت يعني دخلوا لنا شكوك في روحنا. من بعد يعني احنا مالوريزمون عندنا يعني كشغل عندنا لي جوار قويين رجاله يعطيهم الصحه. يعني جو فيليسيت يعني لي جوار اللي عندنا كامل وجو فيليسيت يعني الانصار تاعنا يعني اللاعب رقم 12 اللي كانوا عندنا حاضرين هنا شجعونا يعني طيله 90 دقيقه. واحد ما حب يخرج من الملعب مالغري يعني البيت يعني اللي دخل. يعني نشكر ثاني الاداره وحطتنا في الشروط المناسبه يعني لاداء المقابله هذه. يعني بالنسبه لي ما نقدرش نقول لكم يعني المرضى تاعي انا لا صافي بليزير درك يشوف سيبورتر يعني يغني هاي تواتي يعني هذا يعني بليزير ليا كبير يعني والمكره ولات في القلب درك. يعني انا بالنسبه لي نهديها الانصار باسكو الانصار يعني فري سهلوا هذا يعني مالغري يعني العقبات هذو تاع والمشاكل تاع الاجازات. ومن هذا المنبر ثاني يعني نطلب يعني من السلطات العليا سواء العليا او المحليه يعني يشوفوا معنا ويجيبوا لنا يعني لي ليسونس في اقرب وقت يعني. ولكن يعني ان شاء الله نكونوا احنا هنا. احنا رانا رجاله وما جابوش لي ليسونس احنا مازلنا رجاله هنا معكم من المولوديه. الحمد لله الحمد لله. يعني حسب مجريات اللقاء مقابله صعبه يعني لحجم الفريقين. هي مقابله ستاندربي ما بين الموك ولايسكا ونرجع يعني للسنه الفارطه لوين انهزم فريق مولوديه قسنطينه يعني ثلث يعني مرات يعني مرتين في البطوله ومره في كاس الجمهوريه. يعني كان تخوف كبير من طرف المناصرين. انا اتصلوا بيا وقلت لهم بحول الله بحول الله نديروا اللي علينا والباقي على رب العالمين. وانا ديما نقول كلمه انه ما توفيقي الا بالله سبحان الله وفقنا رب العالمين وان شاء الله المزيد للامام ان شاء الله. اللقاء الشوط الاول كان متكافئ نوعا ما ولكن دفاع لشبان مولوديه قسنطينه. لكن في النهايه سيطرنا على الوضع لم تكن هناك يعني خطوره كبيره على المرمى. الشوط الثاني استطعنا يعني من خلال هجمه يعني منظمه منسقه استطعنا تسجيل هدف 10 دقائق قبل نهايه اللقاء. لكن مالوريزمون من خطأين يعني فادحين رار موني يشراو فيها ماتش دو فوتبول وين ديفونسور سوجيت ا دو ريبريز على بورتور دي بالون كي تي ا لانتيريو دو سيرفاس دو ريباراسيون سيتي البينالتي ترانسفورمي بار جوار تاع الموك توت سويت ابري. ثاني نفس السيناريو يتكرر في نفس الجهه وفي نفس المنطقه اللاعب يمد تمريره ثاني الخصم داخل منطقه العمليات. يعني في النهايه نقول بلي انه السذاجه والاخطاء هذه الفادحه الفرديه نتاع اللاعبين تسببت لنا في خساره يعني الطعم تاعها يعني مر. لانه من خلال مجريات يعني اللقاء يعني بصفه عامه على الاقل يعني التعادل كان يرضي الطرفين بالرغم لان احنا كنا اقرب للفوز. شي كوبس هذا هو الفوتبول. نظن لا بريسيون كاي اكزرسي لا غالري بوكيش من كوتي تاع لي بوت اثرت نوعا ما اللاعبين وخلاتهم يرتكبوا هالاخطاء اللي يعني بصراحه رار ما نشوفوها في لقاءات تاع كره القدم. مبروك على كل حال الموك والفريق تاعنا يدارك في قادم الجولات ان شاء الله.